السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بعمل فاملي لقيت في فرنتشر وفي سيستم فرنتشر. طب ايه الفرق بينهم؟ قالوا نشوفها كده اركتكتشر كومبوننت وتقول له مودرن بليس. اللي عندنا هنا في فرنتشر وفي فرنتشر سيستم، تمام، وتقريبا ما فيش فرق بينهم خالص. ولما دورت على النت برضو لقيت ما فيش حد بيقول ان في فرق يعني، تمام. طيب ايه الفكرة؟ يعني حتى ما فيش اي ادوات بتضاف للشغل بتاعك ولا حاجة خالص. طيب خلينا نخرج من ديت ونقول له ان احنا عايزين فاميلي تكون فرنتشر عشان نفهم. اقول له فايل واقول له نيو فاميلي واقول له التمبليت انا عايزه فرنتشر. هنلاقي ان انا عندي هنا فرنتشر وفي فرنتشر سيستم. طيب اقول له اوبن. طيب دخلت هنا لقيت دي الاعداد بتاعت الفرنتشر. ولما بدخل الفرنتشر سيستم بتتغير حاجات بسيطة خالص لو خدت بالك. بتلاقي ان ظهر لي هنا في الفرنتشر سيستم بارت تايب ما كانتش موجودة، تمام، وراوند كونكتور دايمتر، وهتظهر معايا هنا لما اكون مختارها. طيب برضو ايه الفرق؟ ما لقيتش حاجه في الموقع بتاع اوتوديسك، لكن دورت الناس بيستخدموا ازاي فقالوا ان هما بيستخدموا الفرنتشر لما يكون حاجه لوحديها، مثلا كرسي، ترابيزه، سفره. انما لما يكون مجموعه كامله بتاعت غرفه كامله او مجموعه من الادوات بيخلوها فرنتشر سيستم. وده بيفيد بس لما تحب ان انت مثلا تعمل حصر او تعمل فيزيبيليتي في يقدر يخليك ان انت تخفي واحده فيهم.